خلينا نشوف مزيد من التفاصيل مع دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور هشام، تفضل. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير دكتور ممتاز، تحياتي ليك وللساده المشاهدين. ممكن اسالك اولا، الخبر ده صح ولا غلط؟ صحيح، وبالمناسبه مش بس البنك الاوروبي هو اللي مهتم بالقطاع المصرفي، العديد من المستثمرين والمؤسسات الاستثمار الدوليه مهتمه كثيرا بالدخول للسوق المصرفي المصري وللاستحواذ على حصص او عدد من البنوك لسبب بسيط. لانه البنك المركزي الحقيقه بقاله فتره طويله لا يطرح رخص بنوك جديده، وبالتالي ما هو متاح لاي مصرف خارجي او اي مؤسسه ماليه خارجيه للدخول للسوق المصرفي المصري هو الاستحواذ على حصه او شراء بنك. وعاده خلال السنوات الماضيه كان بيتم التخارج ما بين بنوك دوليه بتمتلك حصص في بنوك محليه بالتبادل، بمعنى انه مثلا بنك اماراتي يشتري من بنك فرنسي حصته في داخل مصر. وده الحقيقه بيتم ليه؟ بيتم لانه تم اشارنا انه البنك المركزي لا يطرح رخص جديده، وده مفترض انه بيدفع لاي بنك يعمل في داخل السوق المصرفي المصري. الامر الثاني هي انه السوق المصرفي المصري ما زال يتسع كثيرا، لانه هي ما زال حجم وتعداد وعدد من يتعامل مع القطاع المصرفي ضعيف بالمقارنه مع الخطط والطموحات الحقيقه. الامر الثالث الاكثر اهميه انه الوضع الاقتصادي يتحسن، ومعنى انه في انتعاش اقتصادي، في معدل نمو اقتصادي مرتفع، انه حصه ونصيب القطاع المصرفي هتتزايد خلال الفتره القادمه، وده